بسم الله الرحمن الرحيم، مع المحاضرة رقم 11 في كورس الـ SITCS 300-212. النهاردة إن شاء الله بنبتدي نتكلم في برودكت جديد من البرودكتس الجديدة اللي موجودة داخل الكورس بتاعنا. آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن السيسكو كلاود ويب سكيورتي، مسكناه بالتفصيل على مدار 3 محاضرات، عرفنا إيه هو وإيه هو فرقه عن السيسكو ويب سكيورتي اللي اتكلمنا فيه حوالي 7 محاضرات. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن برودكت جديد اسمه الايميل سيكيورتي ابلاينس. ده برضو بيضاف للاجهزه الجديده اللي سيسكو مطلعاها او البرودكتس الجديده، وبيتكلم عنها في الكورس ده. وان كان البرودكت ممكن ما تكونش جديده، ممكن تكون سيسكو في اجهزه منهم او في برودكتس منها هي اكوايرد او اشترتها من شركات تانية، او بالفعل اشتركت شركه كامله كانت شغاله على حاجه معينه وبعد كده سيسكو بدات تطلعها باسم جديد. يعني هي ممكن تكون البرودكتس ديت في منها اللي لسه انفنتد لاول مره باي سيسكو، وفي اللي كان اوريدي موجود بالفعل في الماركت بتاع السكيورتي بس سيسكو اشترته وبدات تغير اسمه. البرودكت بتاع النهارده اسمه ايميل سكيورتي ابلاينس. هنتكلم فيه اول حاجه محاضره النهارده في 3 محاضرات بتوعه، يعني ايه ايميل سكيورتي ابلاينس او ايه هو الايميل سكيورتي ابلاينس. اللي عايزك تعرفه في البدايه ان الايميل سكيورتي ابلاينس ده كان زمان موجود بالفعل، كان اسمه ايرن بورت. يعني كان الايرن بورت، لو في حد قديم شويه في سيسكو، لو انت عندك جهاز ايرن بورت هو بالظبط الايميل سكيورتي ابلاينس. كالعاده قبل ما ادخل في الجهاز الجديد من سيسكو لازم بعرفك مكانه فين على الاركتكشر او النيتورك اركتكشر اللي سيسكو معتمداه في كل البرودكتس بتاعتها. دايما يقول لك الجهاز اللي انت هتتعرف عليه جديد لازم تعرف مكانه بيتحط فين في الشبكه. فانت لو جيت تبص على الاي اس اي هتلاقيه دايما بيكون موجود في الدي ام زي زون. يعني ايه دي ام زي؟ الدي ام زي من ايام زمان انت عارفها ان ديت منطقه واقعه على الحدود ما بين البابليك نتورك وما بين الانترنال نتورك. يعني دي منطقه كده انا حاطط فيها السيرفرات اللي الناس بتوع الانترنال بياكسسوا عليها والانترنت كمان بياكسس عليها. طب ليه ما حطيتهاش جوه بس او بره بس؟ طبعا عشان هنخش في القصه بقى بتاعه الثريتس، وان انت كده بتسمح ان اي حد من بره يخش جوه، وهنخش في قصه البوليسي ولازم يكون في عندك بوليسي متطبقه ان انت ما تخليش حد من بره يخش جوه من غير اذن وهكذا. فانا عندي الاي اس اي بيكون موجود دايما في الانترنت ايدج اللي هو في النقطه اللي احنا بنسميها دي ام زي اوقات، او هو ممكن يكون اقرب للانترنت ايدج. ده بيكون موجود هنا جنب الويب سكيورتي ابلاينس وجنب كلاود سكيورتي ابلاينس، جنب الدي ان اس، جنب اي سيرفرات محتاجه تكون ابديتد ورننج على طول مع الانترنت. جميل جدا. كمان بعرفك هنا ان الايميل حاليا بيقول لك ده يعتبر من اهم الحاجات اللي البيزنس ما ينفعش يتخلى عنها. اي بيزنس في الدنيا يقول لك ما هو احنا معتمدين على الايميل، فيعتبر الايميل هو one of the most important systems. اي سيستم في الدنيا، اي شركه جديده شغاله، اي شخص انت بتكلمه او اي بيزنس بيكلمه لازم بيكلموا بعض بالايميل. يقول لك ابعت لي ايميل، من غير الايميل ما مش هنعرف نكلم بعض. فهو الاوفيشال او وسيله الاتصال الاساسيه او الرسميه ما بين او في البيزنس بشكل عام. فهنا بيعرفك معدل البيزنس ايميل اللي بتتبعت بير داي. طبعا لو انت جيت تشوف 2012 كان حوالي 89 بليون، طبعا ده مليار، يعني لحد سنه 2016 وصل تقريبا لحد 143 مليار ايميل بيتبعتوا بير داي. طبعا عدد كبير جدا. كالعاده بما ان في حاجه الناس كلها بتستخدمها او حاجة الناس مش قادرة تستغنى عنها، فلازم في دايما بيتم استغلالها استغلال خاطئ. فانت دايما لو جيت تبص هنا حتى في الرسم الباين ده بيعرفك عدد الايميلات اللي بتتبعت، وفي عدد كمان الايميلات اللي بتعمل لها بلوك. فانت لو جيت تشوف عدد الايميلات اللي بتعمل لها بلوك بير داي هتلاقيه حوالي 77 مليون، طبعا ده في المانس. في اليوم الواحد بيتعمل بلوك ل 3.5 ايميل، 3.5 مليون. لو على الامبلوي الواحد او من الشخص الواحد ممكن يتعمل 46 ايميل، يعني بنسبة تقريبا 63% من الايميلز اللي بتتبعت على مدار الدي. يعني 73% من ال 143 مليار ايميل 63% منهم بيتعمل له بلوك. طب ليه البلوك ده حصل؟ يا اما بقى عن طريق حاجه اسمها الريبيتيشن، او كان في سبام، او انفاليد ريسبشن يعني، او ريسبتس يعني اللي بيستلم من الرساله دي انت كتبته غلط، او انت بتبعت لي الرساله كان فيها سبام او في حاجه مش مظبوطه. وطبعا السبام ده بيتصنف ان انت بعت لي ايميل وانا ما اعرفكش. انت مثلا شغال في الشغل تلاقيت جالك ايميل من دومين اسمه xyz.com، ايه xyz ده انا ما اعرفش الدومين ده ايه، فبيتصنف كانه سبام.
او على حسب السمعة بتاعته. مثلا بيجي لك ايميل من موقع مصنف ان هو موقع مش كويس، موقع مثلا الجامبلينج زي اللي احنا كنا بنشوفه في المحاضرات اللي فاتت، مواقع المؤامرة او الواحد بيراهن الرهان، مواقع اباحية، منتديات مثلا انت اول مرة تشوفها، منتديات الكونتنت بتاعها سسبيشس، حاجة كده مش واثق فيها، او انت المحتوى اللي بيجيلك ده محتوى مش مسموح ان هو يعدي لك. فدول بيتعمل البلوك بسبب الكلام ده. انت اللي المفروض هتعرف عليه في الاي اس اي او الايميل سكيورتي ابلاينس. الايميل سكيورتي ابلاينس واحد من الاجهزه او من الديفايس اللي موجوده حاليا في الماركت اللي بتعرف تصنف لك الايميلات وتعرف تعمل لك بلوك للايميل على حسب التصنيفه بتاعته او حسب الكاتيجوري بتاعته. فهنا مثلا بيقول لك عدد الايميلات اللي تعمل لها بلوك بير داي عن طريق الاي اس اي الايميل سكيورتي ابلاينس. اوقات لما تيجي تعمل ايميل سكيورتي ابلاينس ممكن ما يكونش هو لوحده بس اللي في الشركه عندك او في المؤسسه كسيستم لحمايه الايميلات، ممكن يكون عندك كلاود ايميل سكيورتي، اي سيرفيس تانيه من الشركات كتير جدا بتقدمها حاليا تقول لك انا بقدم لك خدمه بروتكشن للايميل بتاعك عن طريق الكلاود. ففي الغالب لو انت هتستخدم هايبريد ايميل سكيورتي سوليوشن، لو انت هتشتغل سوليوشن في الشركه بتاعتك هيستخدم اكتر من سكيورتي سوليوشن للايميل، فانت في الغالب هتخلي الكلاود بيزد ايميل سيكيورتي تتخليه للانباوند ترافيك، يعني الترافيك اللي داخل عندك في الشركه خليه للكلاود ايميل سيكيورتي، وهتخلي الاي اس اي للاوت باوند ترافيك، يعني في ترافيك من عندك من الشركه خارج بره رايح على الانترنت، فساعتها بتستخدم الاي اس اي. ده في حاله ايه؟ ده في حاله لو انت عندك سوليوشن تاني غير الاي اس اي. لو عندك اتنين سوليوشن يبقى هتخلي الاي اس اي للاوت باوند وهتخلي الكلاود بيز للانباوند. جميل جدا. طبعا بان احنا بنتكلم في ايميلات بتتبعت، فاشهر بروتوكول او البروتوكول المسؤول عن ارسال الايميلات هو اسمه اس ام تي بي، سمبل ميل ترانسفير بروتوكول. من غير الاس ام تي بي مفيش ايميلات، لا هتتبعت ولا هتستلم. فانا عايز هنا اعرفك ايه هي المصطلحات اللي ليها علاقه بالاس ام تي بي واللي هتشوفها على مدار طول ما انت شغال في الايميل سكيورتي ابلاينس، هتلاقي المسميات دي. عندك اول مسمى اسمه MTA او ميل ترانسفير ايجنت، قال لك ده الجهاز او الجيت واي المسؤول ان هو بيبعت الايميلات من سيستم لسيستم تاني. ففي الحاله بتاعتنا دي ال MTA ممكن نقول هو ال ESA. هنا بيقول لك ان سيسكو ESA يعتبر هو ال MTA. يعني كمثال انا هنا اليوزر عايز يبعت ايميل هيروح على الانترنت، فانا بالنسبه لي الجيت واي بتاعي او الجهاز اللي هيكون بالنسبه لي هو المسؤول عن ارسال الايميل هيكون عندي هو السيسكو اي اس اي، فيعتبر ده هو الجيت واي بتاعي اللي بيخليني اطلع ايميل لبره، فاحنا بنقول عليه اسمه ام تي اي. عندك مصطلح تاني اسمه دي ان اس ميل اكستشينجر او دي ان اس ام اكس ريكورد، قال لك ده الريكورد اللي بيعرفك او بيكون موجود عندك جوه السيرفر، بيعرفك ازاي تعرف توصل للسيرفرات تانية، يعني ده المسؤول ان هو يعمل راوتد للايميل. فقال لك ان الام اكس ريكورد بيشاور على السيرفرات اللي هتستلم منك الايميل. يعني انا هنا مثلا برضو كيوزر كنت عايز ابعت مثلا الايميل بتاعي لحد هنا على الانترنت، فانا عشان ابعت الايميل بتاعي من هنا يروح على حد هنا على الانترنت لازم الحد ده او الشخص ده اسمه يكون موجود داخل الام اكس ريكورد جوه الايميل سكيورتي ابلاينس بتاعي. فبالتالي بما ان انا عندي فيه ام اكس ريكورد فانا دلوقتي عرفت الجهاز بتاعي ازاي يوصل للسيرفر اللي في الناحيه التانيه. جميل جدا. في عندي كمان حاجه اسمها دي ان اس اي ريكورد. الريكورد ده مهمته ان انا بعرف فين الاي بي بتاع الام اكس ريكورد، عشان الام اكس ريكورد ده بيكون عباره عن دومين، فانا هنا بعتبر ان انا عايز اعرف ايه هو الاي بي بتاع الدومين ده، فبستخدم اي ريكورد بالظبط زي اكنك بتعمل مابنج كده ما بين الاي بي وما بين الدومين. اوكي. كمان عندك في حاجه اسمها جروب وير سيرفر، قال لك دي السيرفرات اللي بتعرف تعمل اكسبت وبتعمل فورورد وبتعمل ديليفر وبتخزن الايميلات مع اليوزر. يعني انت لو في عندك ايميلات داخله للشركه بدل ما توصل لليوزر على طول انا ممكن اخزنها لك في سيرفر بسميه جروب وير سيرفر. عندي كمان مصطلح اسمه اس ام تي بي كلاينت، قال لك ده
الكلاينت او ده الجهاز اللي بيعمل انيشيت للاس ام تي بي سيرفر. طب الاس ام تي بي سيرفر هو ايه؟ قال لك ده السيرفر اللي بيستلم الكونكشن من الكلاينت. طب انا عندي كمان اخر واحد الميل يوزر ايجنت، قال لك ده السوفت وير كلاينت ان انت بتكون مسطبه عندك على جهازك ومن خلاله بتبعت او بتستلم ايميلات زي مثلا الاوتلوك. يبقى المصطلحات ديت مهمه حاليا، هتشوفها معانا قدام طول ما احنا ماشيين بنتكلم في الايميل سكيورتي ابلاينس. الكلام بتاعي عايز تطبقه بشكل عملي، بص هنا في الفلو ده. فدلوقتي هنتكلم في الاس ام تي بي فلو، ازاي الايميل بتاعك بيتبعت من عندك لحد ما يوصل للديستنيشن. فاول حاجه انت على اللابتوب بتاعك، ده الايميل بتاعك اهوت، اسمه alexandro@securex.public. انت هتبعت ايميل ل emily@exchange.cisco.com. يبقى ده السندر وده الريسيفر. اوكي، اول حاجه انت فاتح هنا الاوتلوك بتاعك وهتبعت رساله ببروتوكول اسمه SMTP. الرساله بتاعتك هتوصل لل MTA اللي هو بالنسبه لي هنا ال ESA، الايميل سكيورتي ابلاينس. الايميل سكيورتي ابلاينس بيبعت مسج للدي ان اس اللي موجود عندك في الشركه، يقول له يا دي ان اس بص لي كده عندك، في عندك ام اكس ريكورد لموقع اسمه cisco.com عشان هبعت له دلوقتي ايميل، ولو تلاقيت عندك ليه ام اكس ريكورد قول لي ايه هو الاي بي بتاعه. فانا هنا بالنسبه لي حاليا ده الام تي اي بتاعي، الاي اس اي بتاعي، عشان يبعت الرساله او عشان يعمل لها راوتنج وتروح عند الناحيه الثانيه لازم الاول يكون عارف ايه هو الاي بي ويكون عارف ايه هو الدومين اللي هيروح له الناحيه الثانيه. فانا هنا بالنسبه لي ده الاي بي بتاعي اهوت 172.31.1.1 عن طريق الدي ان اس اللي عندي. الدي ان اس طبعا شبك بالانترنت، فعارف يجيب لي الدومين والاي بي بتوع الجهاز اللي انا هبعته او بتوع اقرب ديستنيشن لللابتوب او الايميل كلاينت بتاع ايميلي. فبعد ما جابهم لي انا بدات ابعت الرساله عن طريق الانترنت. الرساله وصلت هناك عند الام تي اي اللي هناك اللي هو اي بي هو 172.31.2.2. طب عرفت منين ال 172.31.2.2؟ عرفته من الدي ان اس بتاعي او من الدي ان اس موجود بابليك على الانترنت. عرفت ان cisco.com الايميل بتاعه اهو. فانا هنا وانا ببعت من الام تي اي حطيت ان الديستنيشن او الريسيفر بتاع الايميل هيكون 172.31.2.2. الرساله وصلت عند الام تي اي هناك، طبعا دخلت هناك في السيرفر. السيرفر ده يعتبر هو حاليا جروب وير سيرفر او اس ام تي بي سيرفر. وصلت هناك عند السيرفر الرساله. فانا دلوقتي باللابتوب بتاعي عن طريق بروتوكول تاني اسمه ماب اي ببتدي استلم الرساله اللي جاياني من الكسندرو واللي كانت موجوده في السيرفر بتاعي. يعني طول ما انت ما فتحتش الرساله هي اوريدي موجوده في السيرفر اللي عندك. اول ما فتحتها فاللي هو كانك عملت لها ريد. يبقى دلوقتي الرساله طلعت من هنا وصلت عند ايميلي، هو ده الاس ام تي بي فلو بتاعي. بطريقه تانية لو انت عايز تشوف الكونفرزيشن تمت ازاي، ده الايميل بتاعي او الدومين بتاعي اللي هو mail.secureX.public، وده الايميل او الدومين بتاع الناحيه التانية اللي هو اسمه mx.cisco.com. ده الاي بي بتاعي وده الاي بي اللي هناك. انا عملت السن فقام رد لي هناك سن اك، وبعد كده عملت اك، ده كده بالظبط الاتصال تم. انا في الانفولف او انت بالظبط كانك بتبعت جواب، فعلى الجواب من بره او على الظرف بتاعي من بره كتبت مين السورس او فروم مين تو مين، يعني كان لازم اقول مين اللي هيبعت ومين اللي استلم الناحيه الثانيه. الهيدر بتاعتي مكتوب فيها برضو شويه حاجات. الهيدر اللي هي في السبجكت مكتوب مثلا العنوان بتاع الرساله going to the CCNP training. اوكي، البودي بتاع الرساله بيقول I am so excited to be in the CCNP training. يبقى دي المحتويات بتاعت اي رساله ايميل بتتبعت، لازم بيكون في انفولب وعندي هيدرز وعندي بودي اللي هو الظرف بتاعي مكتوب عليه ايه من بره، الرساله بتاعتي ايه هو العنوان بتاعها وايه هو محتوى الرساله. الايميل سكيورتي ابلاينس بيكون موجود فيه بعض السيرفيسز، يعني هو مش مجرد بس ان هو شغال هنا ام تي اي يبعت لي ايميل ويستلم ايميل. طب ما انا كده كنت هستخدم اي ام تي اي فري وخلاص، انا ايه اللي هيخليني اشتري اي اس اي واضيفه عندي في النيتورك بتاعتي؟ الاي اس اي السيرفيس بتاعته جميله جدا وتقدر تلخصها في التالي، بيعمل لي روبيتيشن فلترز.
على حسب الايميل اللي جاي لي، بيعرفني الايميل ده جاي لي من مين، والراجل ده سكيورد ولا لا، هل هو فيريفايد ولا لا، الراجل ده الدومين بتاعه معروف ولا لا. كمان بيعمل لي حاجة اسمها مسج فلتر، بيعمل لي فلتر على محتويات الرسالة، بس طبعا الخاصية دي مسموحة فقط في السي ال اي، لازم تكون داخل على الاي اس اي بالكوماند لاين انترفيس. كمان بيعمل لي انت سبام، يعني لو في حد بعت لي رسالة، الرسالة دي جالي من مصدر مش معروف، فتعتبر دي اسمها سبام، الاي اس اي بيوقف لي رسالة سبام. كمان في انتي فيروس، يعني لو في حد بعت لي رسالة داخلة عندي في الايميل عندي جايالي فيها فيروس بأيا كان نوعه بقى، جاي لي في صورة جاي لي في تكست، فأنا عندي هنا الاي اس اي بتاعي، لو الرسالة عدت عليه الاي اس اي هيفلتر الرسالة ويطلعها لي بدون فيروس. كمان بيعمل حاجة اسمها اوت بريك فلترز، والخاصية دي جميلة جدا، في حالة لو في حد بعت لك فيروس، الفيروس ده محدش يعرفه، او الاي اس اي بتاعك ما هوش شايف الفيروس ده، فاحنا بنسميه حتى زيرو دي فيروس، فساعتها انت بتكون عامل حسابك على الاي اس اي، تقول له في عندك بعض الاحتياطات اللي تعملها لو انت جاي لك ابديت او جاي لك فيروس انت ما تعرفوش، او انت جاي لك محتوى في رسالة، المحتوى ده انت مش عارف تصنفه، هل ده سبام ولا فيروس ولا ميل وير ولا تروجن ولا ايه بالظبط، فانت بالتالي بتكون مظبط فلترات، الفلترز ديت تقول لك مثلا اعمل لي حاجة اسمها كورنتاين، كورنتاينز ديت يعني اعمل لي حجر صحي، او اعمل لي حجر كده للرسالة دي، تحطها لي كده في مكان وما تفتحهاش لحد او until an update virus signature is available، لحد كده ما انا اربط بالانترنت او اعمل سكان تاني واشوف ايه هو نوع الرسالة دي، يعني ما تفتحليش الرسالة ديت، اعمل لي كورنتاين ليها. اوكي كورنتاين ديت يعني اعمل لي ليها حجر، او اعملها لي مثلا حطها لي في مكان لوحدها زي فيلان كده ومحدش يفتحها لحد ما اشوف دي ايه. كمان من ضمن السيرفيس اللي اس ايه بيعملها، بيعمل لي حاجه اسمها كونتنت فلتر، بيشوف لي الكونتنت بتاع الرساله اللي هو يعتبر زي البودي او محتوى الرساله ايه، يشوف لي كام محتوى الرساله في موجود ايه، اعمل له ديناي ولا اعمل له دروب ولا افلتره ولا ايه بالظبط. كمان بيدعم لك خاصيه الانكريبشن، لو انت عايز تبعت رساله تكون سكيورد ما بينك وما بين الديستنيشن، يعني الرساله متشفره. كمان بيعمل لك خاصيه اسمها الداتا لوز بريفنشن، ودي جميله جدا جدا، دي بتتم فقط على الاوت جوينج ايميل، يعني لو في حد عندك جوه الشركه بيبعت ايميل بره الشركه لبره الشركه، الايميل ده هو مثلا بيكتب فيه ارقام فيز او ارقام او باسوردات، فدي حاجه اكنها بتتسرب من الشركه بتاعتك وهتطلع بره، فانت بتكون مفعل خاصيه اسمها داتا لوز بريفنشن، تقول مثلا اي حاجه فيها كريدت كارد نمبر ما ينفعش تطلع في الايميل، او الايميل ما يرضاش يبصيها الناحيه التانيه، اي كلمات سر بتطلع من شركتي وتتكتب في الايميل واحد بيعملها السند برضو ممنوع ان هي تتبع. الكلام ده ليه او الخاصيه ديت ليه؟ لو انت بتشوف افلام اجنبيه دايما اللي بيدخل شركات كريتيكال او شركات سكيورد يقول لك ممنوع تحط فلاشه جوه الجهاز، ممنوع تعمل برنت الحاجه على الجهاز، انت ممكن تبعت ايميل، فهو بالنسبه له يقول لك اه دي معلومات انا عرفتها وعايز اسربها بره الشركه، فانا مش عارف احطها عندي على فلاشه ولا عارف اطبعها، فانا هبعت ايميل بالحاجات دي، فبالنسبه لي خاصيه الداتا لوس بريفنشن هتحميني من القصه دي. دي شكل او ده شكل الاي اس اي جي او اي مانجمنت، وده اللي انت هتتعامل معاه حتى في الشركه بتاعتك، يعني انت في الغالب السيسكو اي اس اي طبعا ليه كوماند لاين انترفيس، بس انت مش هتتعامل معاه، انت دايما هتتعامل معاها كجي او اي عشان هو معقد معقد شويه يعني. فده الشكل بتاعه، انت عندك دي التبادل، عندك تاب اسمه مونيتور، ميل بوليسيز، سكيورتي سيرفيس، نتورك سيستم ادمنستريشن. يمكن اكتر شغلك هيكون في القصه او في الجزء بتاع الميل بوليسي، بتعمل بوليسي الرسائل اللي جايه للشركه بتاعتك، اول الرسائل طالعه منها، بتبتدي تعمل حاجه اسمها الميل فلو بوليسي، بتبتدي تفلتر تعمل فيريفيكيشن، خاصه طبعا المونيتور ديت لو انت عايز تشوف بس حاجه عندك تراقب ايه اللي حصل بالظبط. طبعا انت اي حاجه بتضيفها او بتشيلها من على الجهاز لازم تعمل حاجه اسمها كوميت تشينجز، هتلاقي في عندك بوتون لونه اصفر فوق كده يمين، عشان الاعدادات بتاعتك تتسيف لازم تعمل كوميت، ودايما سيسكو دي بتنبه عليها عشان هو بعيد كده فوق من الطرف محدش بياخد باله منه. كمان لازم الاي اس اي بتاعك يكون لايسنس، يعني يكون مترخص، من غير الرخصه بتاعته انت مش هتعرف تعمل السيرفيسز اللي انا قلتها من شويه.
فهنا انت لو بتشتري رخصه من سيسكو هيجيب لك الرخصه دي حالتها اكتف ولا ان اكتف، وفاضل لك فيها كام يوم بالظبط. طبعا في عندك رخصه للانكريبشن، ورخصه تانية للانتي سبام، رخصه للانتي فايروس، رخصه للاوت بريك فلترز، الحاجات دي كلها بتحتاج ترخيص من سيسكو. بالنسبه للانكومينج ميل بروسيسنج، او بالنسبه للبوليسي زي ما قلت لك هنا، انت اكتر شغلك هيكون في الميل بوليسز، في الانكومينج ميل بوليسي وفي الاوت جوينج ميل بوليسي. ايه هي الحاجات اللي تعرف تعملها على الرسائل اللي داخله للشركه بتاعتك، وايه الحاجات اللي تعرف تعملها على الرسائل اللي خارجه من الشركه بتاعتك رايحه لمكان تاني؟ فانت لو في عندك رسائل داخله للشركه وهتعدي على الاي اس اي، فالاي اس اي يعرف يعمل الخدمات دي، يعمل ريبيتيشن فلتر، يعمل مسج فلتر، يعمل انتي سبام، يعمل انتي فيروس، يعمل كونتنت فلتر، يعمل اوت بريك فلتر. طبعا الكلام ده هنشوفه بالتفصيل في المحاضرتين الجايين. بالنسبه للرسائل اللي خارجه من الشركه من عندك ورايحه بره على الانترنت، فدي السيرفيسز اللي تعرف تعملها عليها. تعرف تعمل ريبيتيشن فلتر، تعرف تعمل مسج فلتر، تعمل انتي سبام، تعمل انتي فيروس، تعمل كونتنت فلتر، تعمل اوت بريك، واللي اتضاف عليهم ومش موجودين في الانكومنج هي الار اس اي دي ال بي انجن. جميل. طبعا الخاصيه كمان الاخيره اللي انت ممكن تعملها هنا في الاي اس اي، ان انت ممكن تعمل له او تربطه كانتجريشن لو انت عندك في الشركه بتاعتك سيرفر ال داب او سيرفر اكتف دايركتوري، يعني الاثنين زي بعض. فانت ممكن تربط الاي اس اي اللي موجود في شركتك بالاكتف دايركتوري الموجود عندك في الشركه. ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان لو في اي ايميل جاي لي من بره والايميل ده ملوش يوزر نيم متسجل عندي في السيرفر، فبالتالي الرساله دي هيحصل لها دروب. يعني كمثال، واحد بيبعت ايميل على او بيبعت لي ايميل كتب ايميلي غلط مثلا، او بيبعت لي ايميل على احمد اندرسكور سلطان ات ياهو دوت كوم، انا الاكتف دايركتوري بتاعي بتاع شركتي مش متسجل فيه الايميل اللي هو احمد اندرسكور سلطان ات ياهو دوت كوم. فبالنسبه لي الاي اس اي لو استلم رساله مكتوب فيها ان هي جايه لاحمد اندرسكور سلطان ات ياهو دوت كوم، ساعتها الاي اس اي هيعمل لها دروب. ليه؟ عشان هو بدا يروح للسيرفر بتاعي اللي هو ال داب سيرفر او الاكتف دايركتوري سيرفر، وبدا يسيرش على اليوزر نيم اللي هناك اللي اسمه احمد اندرسكور سلطان ات ياهو دوت كوم. السيرفر رجع له قال له انا ما اعرفش مين اليوزر ده، مش متسجل عندي. فبالنسبه لي الاي اس اي هيفهم ان الرسائل اللي جايه ديت جايه سبام، مش متحدد هي جايه لمين او جايه بيوزر غلط. اوكي، فديت بتفيدني جدا لو انا عايز اعمل انتجريشن ما بين الاثنين. هنا المثال اهو بيقول لك في رساله جايه لواحد اسمه جي دو ات سيسكو دوت كوم، فالاي اس اي بدا يبعت كويري للال داب سيرفر، فالسيرفر بدا يعمل سيرش قال لك انا نو يوزر، اليوزر ده مش موجود. فبالنسبه لي اي اس اي هيعمل دروب للايميل اللي جاي لليوزر ده، يعني انت جاي اكن مبعوت ايميل لواحد مش معروف اصلا. كمان الخاصيه ديت اسمها سيسكو ريجسترد ان انفلوب سيرفيس او سي ار اي اس. الخاصيه دي جميله جدا، دي الخاصيه اللي بتضيف الانكريبشن على الباكتس اللي داخله او اللي خارجه. يعني هنا كمثال، هنا اللابتوب بتاعي ده عايز يبعت ايميل، فالايميل ده انا عايز اشفره، فالايميل ده بيطلب كي من السيرفيس اللي اسمها سي ار اي اس. السيرفيس دي موجوده على الكلاود، الكي ده انت بتاخده من الكلاود تشفر بيه الرساله بتاعتك، وبعد كده بتبعت الرساله. فالرساله دلوقتي وهي مبعوته مبعوت عليها قفل كده، يعني الرساله هنا وصلت متشفره. طب الراجل هنا اللي هو رقم 2 عايز يشوف الرساله، هيشوفها ازاي؟ فالراجل ده هيطلب الكي اللي انت شفرت بيه من السيرفيس اللي اسمها السي ار اس من الكلاود. فهنا السيرفيس ديت هتبعت له المفتاح اللي انت شفرت بيه، فبالنسبه له دلوقتي بقى هو عنده الرساله فتحها بالمفتاح اللي انت كنت اصلا حاطه على الكلاود. فبالنسبه لي هنا الديكريبشن حصل، فبالنسبه له بدا يقرا الرساله. يعني تاني، انت معاك الرساله مش عايز حد يشوفها، فانت نزلت مفتاح من على السيرفيس ديت وشفرت بيه، والمفتاح ده موجود فين؟ هناك. وانت بعت الرساله، الرساله هنا عشان يفتحها لازم يجيب له نفس المفتاح اللي انت شفرت بيه، فهو هيطلب المفتاح من هنا من الكلاود، الكلاود هتبعت له المفتاح، هيبتدي يشفر او يفك التشفير بالمفتاح اللي هو جابه، فدلوقتي الرساله بقت ظاهره قدام. جميل. الخاصيه دي بردك موجوده في السيسكو كلاود او السيسكو ايميل سكيورتي ابلاينس. زي ما انت شفت في المحاضره دي، احنا يا دوب بس كنا بنعمل سكراتشز السيرفيس او
يا دوب بس قاعدين خدنا نبذه عامه عن الايميل سكيورتي ابلاينس لازمته ايه. من اول المحاضره الجايه والمحاضره اللي بعدها هنبتدي نتكلم في السيرفيسز بتاعته، يعني هنبتدي نخش جوه الايميل سكيورتي ابلاينس نشوف السيرفيس اللي احنا كنا بنتكلم عنها ديت، بس نشوفها مور ديتيلز. بكده المحاضره بتاعتي تكون خلصت، واشوفكم في المحاضره الجايه باذن الله.